الأستاذ صلاح الدين زعلان لأنه كان بيخدم والدته، وأنا شايفة خدمة ما شاء الله تبارك الله، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك، لكن مع تقدم السن ومع حدوث بعض التغيرات في الحالة الجسدية للكبار في السن بيبقى فيه رفض للأكل، وبالتالي حضرتك بتنفعل مش للإهانة ولكن بتنفعل عشان إنها تاكل. أنا عايزة بس حضرتك تهون على نفسك، أنت كنت بتعمل ده بقصد المصلحة، وهي إن الوالدة تاكل عشان ما تحصلش مشاكل تانية كبيرة مترتبة على عدم أكلها. صحيح أمرنا الشرع بأن وإما يبلغن عندك الكبر، إن في مرحلة الكبر دي الإنسان لا يؤذي الكبير لا بصوت عالي ولا بكلمة نابية ولا بتصرف مشين، لكن أحيانا الإنسان بيفقد صوابه لأنه بيبقى عاوز مصلحة اللي قدامه. ده بيحصل، لازم الإنسان إذا حصل يرجع تاني. أنت بتقول كنت برجع أبوس إيديها وأطيب خاطرها وأتأكد أنها راضية عني، ربنا إن شاء الله يتقبل ما صنعت وأبشر بالخير العظيم في الدنيا والآخرة. أنا عايزة حضرتك تهدأ تماما، تبدأ كده تاخد نوايا طيبة بأنك تعمل الخير وتوهب لها مثل ثوابه، وده يعني بر مستمر بالوالدين، يظل الإنسان يبر والديه في حياتهما وبعد مماتهما، يدعو لهما في حياتهما ويدعو لهما بعد مماتهما، وإن واحدا فواحد، يعني اللي موجود منهم أنا بدعيله واللي مش موجود أنا بدعيله، وأصنع الخير وأهب الثواب، وده حيطمن قلبك وأبشر بالخير العظيم يا أستاذ صلاح. خدمتها وسعيت، وكان ممكن تتركها عند أخوك التاني اللي بيهمل وبيستغلها، لكن انت خدتها وخدمتها انت وزوجتك وسعيت على إلا إرضائها، وكنت خايف عليها. ما هو ساعات التوتر ده والعصبية بتيجي من خوف الابن أو الابنة على الأب أو الأم في المرحلة الحرجة دي، إنه ما يأكلش، إنه ما ياخدش دواء، إنه يتوتر فينضغط فيبتدي إيه، لأنه بتحوله إلى أطفال، فبتبقى شوية بيحصل التجاوزات دي، لكن إن شاء الله تستغفر الله سبحانه وتعالى وتهب لها، تصنع الخير وتهب لها من الخير ما تستطيع، وهو من البر المتواصل والمتصل والدائم حتى بعد انتقال الوالدين أو كل إنسان عزيز له فضل علينا، نود أن نبره كما كنا نبره في الدنيا نبره كذلك بعد انتقاله في الدار الآخرة. نسأل الله السلامة.